الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. روى المصنف قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد البغلاني وهو شيخ أصحاب الكتب الستة قال حدثنا الليث مفخرة المصريين الليث بن سعد قال عن أبي الزبير تعرفون بأنه واسع العلم لكنه يدلس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذه السلسلة موجودة في مسلم، هذه السلسلة بأسرها موجودة في مسلم. عن جابر بن عبد الله أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع تكبيره فالتفت علينا فرآنا قياما فأشار علينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما إن صلى قائما فصلوا قعودا. ما أدري هذا وش هذا. باب القبل صحيح. روى المصنف بسند ضعيف فيه أبو الأحوص رميه عنه غير الزهري. نعم وفيه كلام كان في مجلس سعيد بن مسيب يقول جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. وعن مسروق عن عائشة بمثله. وعن أبي عطية قال قالت عائشة أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يكون لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. كثير ممن تناول الشرح في هذا الحديث بقوله لا يزال الله مقبلا على العبد قالوا لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته يعني بإحساني ومغفرتي وعفوي ورأفته. وهذا لازم الصفر. بل الله يقبل. نعم يقبل الله تعالى يتلقى من أتاه من بعيد. صفة الإتيان ثابتة، صفة المجيء ثابتة. نعم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته. لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته. وإقباله على العبد في صلاته ما لم يلتفت هو إقبال حقيقي، هو إقبال حقيقي. الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم لتعلم عظمة ما أنت فيه وأنت واقف بين يدي الله جل في علاه. لتعلم عظمة ما أنت فيه، أنت بين يدي الله جل في علاه والله يقبل عليك ما دمت بقلبك مقبلا عليه. قال فإذا صرف وجهه صرف وجهه هكذا هكذا أو التفت بصدره هكذا. الالتفات التي ليس فيها صرف الوجه كلية فيها تنقيص من الأجر وهي اختلاس من الشيطان لكن لا تبطل بها الصلاة. لو استدار بالصدر استدارة عن قبلة تبطل فيها الصلاة. فإذا الحقيقة أن الله يقبل حقيقة على العبد والكون كله في يدي كحبة خردل في يدي أحدكم. فإذا صرف وجهه انصرف يعني إذا التفت العبد التفات هكذا أنت مع الله بين يدي الجبار. أنت لو مع رجل له مكانة ووجدك وأنت جالس معه وتلتفت يمينه ويساره يقول لك أنت يعني لما تسيل أدب؟ أنت ما تراني؟ فأنت بين يدي الجبار. فالالتفات هكذا دلالة على شغل القلب عن الله جل في علاه. والله يحب منك أن تقبل عليه بجمعية قلبك. ولذلك قال سئل عن التفات في الصلاة قال اختلاسه يختلسه شيطان، اختلاسه يختلسه شيطان من الصلاة. نقص الأجر بالالتفات إلا للمصلحة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الشعر، وكان عمر بن الخطاب أيضا بعث البعث وكان ينظر إلى الشعر. وأبو بكر لما أكثروا من التصفيق والضرب على الأفخاذ استدار، يعني ما استدار التفت حتى علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلفه. وحقيقة الأمر أن الالتفات بغير داعي بغير موجب لذلك فيها التفات القلب عن رب، والتفات القلب عن رب معصية ليست بعدها معصية. لذلك على الإنسان أن يكون بجمعيته على ربه جل في علاه وإذا أقبل
في الصلاة أقبل على الله ويعلم بأن الله يقبل عليه. الفوائد المستنبطة: عداوة الشيطان إلى يوم الدين عداوة وحرب مشتعلة مستعرة، إن لم يستطع يعني أن يأخذ كل شيء أخذ بعض الشيء، استضف بعض الشيء بأن يأتي يفصل بين الرجل وبين صلاته ويجعله ينشغل كل الانشغالات عن ربه جل في علاه. حرمة الالتفات في الصلاة ولأنها تنقص من الأجر. حرمة الالتفات في الصلاة إلا لحاجة. إقبال العبد من إقبال الرب، وإذا أقبل العبد أقبل عليه الرب. إقبال العبد من إقبال الرب، وإذا أقبل العبد أقبل عليه الرب. اللهم ارزقنا الإقبال عليك وأنت وسرعة السير إليك وأنت أرحم الراحمين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية. وتلك عقيدة السلفي النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّة.